So you think you were right? Bring it on, bring it on. Prove me wrong. Go put up a fight. The way I do will knock you down. You know there's emotion between us. Don't cry about it. Don't cry about it. You want me to take you. Oh, how رائع رائع للغاية. لا تلمسي حيواني يا الأليف. كلبي لطيف 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 جدا. يا إلهي لطيف لطيف جدا. يا له من كلب. إنه كلبي، هل فهمتي؟ هل أنت بخير؟ هذا مكاني، ابتعد. أراك لاحقا. لا تنظري. هل يمكنك الخروج؟ لا سأعود.
اشرب ربما يساعد. لا لا ابتعدي. ماذا يجب ان افعل معك؟ او ما هذا؟ دعنا نتعرف، أنا بامبلينا. أنا وحش أسفل السرير. أنا سعيدة بهذا اللقاء. هيا نلعب. لدي فكرة، تعال معي. هنا اجلس، أحضرت لك عميلا. إذا حسنا، أعطيني يدك. أوه حسنا، أي لون تفضل؟ لا. أنا آسفة، أنا آسفة. حسنا انظروا. رائع، شكرا جزيلا. وداعا. لا! المساعدة! 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 أوه لا! اثنين من الآيس كريم. أكثر. أكثر.
أكثر. يا رفاق، هل تحبون الآيس كريم؟ إذا كانت الإجابة نعم فاضغطوا على أعجبني. أوه لا لا لا. أوه يا إلهي، أحتاج أن أنزل تحت السرير، أنا خائف. أوه لا، يجب أن تستريح، أنا بحاجة إلى العمل، سأخيف بدلا من. اتصلي بي بعد أن تنتهي من العمل. حسناً، أنا سأخرج. أنت قف. ما رقمك؟ حسناً تعال. انتظري. بان بان، هل أنت مريض؟ انتظر ثانية. جاء بان بان، لم أتعرف عليك على الفور. حسناً لا بأس، كيف حال زوجتك وأولادك؟ إلى اللقاء، إلى اللقاء. هذا رائع، وداعاً. وداعاً؟ ماذا؟ أنا ليس لدي أطفال. هاي توقف. أنا لست خائفة. حسناً. حسناً حسناً. من كتب هذا؟ متجر الحيوانات الأليفة. مرحبا بكم في متجر الحيوانات المخيف، سوف أساعدكم في أن تحصلون على حيوانكم المخيف الخاص بكم. هل سبق لكم أن حصلتم على حيوان أليف؟ نعم، لدينا حيوان أليف، أسد. رائع، الأسود موجودة هنا مع جميع الوحوش. أنصحكم بذات الرأس الأرجوانية، إنه نسخة جديدة، أحدث إصدار.
أريد ذلك. أمي اشتريها لنا، سنقوم بتدمير مدن بأكملها وسيكون هناك الكثير من المرح. لا، هذا ليس مناسبا. أنت دائما تمشين مع حيوانك الأليف، إنه طويل القامة. يا إلهي، طويل جدا. هيا اجلس. لقد فعلت كل شيء، دعنا نذهب إلى البيت. هيا. لماذا تقف متجذرا في المكان كما لو أنك رأيت شيئا؟ توقف، وحش سيء. قلت لك توقف. توقف. لا تلمسي، خطير جدا. كيف دخلت إلى هنا؟ هل كان مفتوحا؟ عيني عجوز جدا، لقد نسيت أن أغلق الباب. هذا وحش معقد جدا. إنها مجرد لعبة. أمي، لقد وجدت لي واحدة. من الصعب جدا إدارته، فقد تحتاجين إلى تميمة لتساعدك في التعامل معه. اشتري لي. بالتأكيد سوف أخذه في جولة بالخارج أعتقد. حسناً، لا أعرف. ابنتي، بني، أين أنتم؟ ابنتي، بني، أين ذهبتم؟ هل أنتم هنا؟ كنت قلقة عليكم. نحن سعداء. استمتعوا، فقط لا تقطوا على الألعاب. إنه لا يحب ذلك أبدا يا أمي. أي نوع من الرعب هذا؟ ألعاب أطفال؟ في منزلي؟ لا، لن يكون هناك ألعاب في منزلي. إنهم لطيفون ومثيرون للإشمئزاز. قلت أنه مخيف. من سيستخدم الألعاب؟ هيا لنتحرك. وداعا. حيواني المفضل هو الأسد. اكتبوا في التعليقات ما هو حيوانكم المفضل. انظري إلى هذا، إنه كيتي المخيف. هذا هو القط الكرتون، وحش معمر لا يأخذه أحد. هيا. القط كيتي، لا أحد يحتاج إليك. وهذا ممتع. ساعديني. صدقني، أنت لست طعما له، لدرجة أنه سيترك سراحك في 1، 2، 3. لقد أخبرتك. أيها القط اللعين، يبدو أن القطة قد ذهبت. دعنا نذهب بسرعة. لا يزال لدينا وحش واحد، لكنه خطير للغاية. لقد تم إحضاره للتو ولم يتم بيعه بعد. انظروا إليه، إنه يدعى هوغي واغي. يومئ لذلك؟ لكن لا يمكنني بيعه لك، أحتاج لإخفائه من عين المتطفلين. لكن لماذا؟
لأن لا أحد يضع الإعجابات. عندما يضعون الكثير من الإعجاب سيكون هناك الكثير من الفيديوهات عنه في المرة المقبلة. هل تريد مني أن أكون بدون حيوان أليف؟ هيا أسرعوا وقوموا بوضع الكثير من الإعجابات. هيا تحدث. شكرا لكم. إذن ليس هناك شيء آخر. لدي حيوان أليف واحد، من المحتمل أنه مناسب لك. لقد تم القبض عليه من فترة طويلة. ها هو، هيا. حسنا. إنه خطير جدا. هل تأخذيه؟ نعم. يا إلهي ما هذا؟ تفضل، لا أشعر بالأسف عليك. حسنا. إنه مخيف جدا. إنه مجرد كلب. هذه ليست الكلمة المناسبة. أمي، نحن بحاجة إلى خادم جديد.